نصيحة أقدمها مثلا للحراقة اللي عايشين هنا في الألمان بعدم استعمال فليكس بوكس. هذا الفليكس بوكس هو السعر تاعه يعني رخيص، يستعملوه كثير الناس اللي يدخلوا من أوروبا الشرقية ويجيبوا معاهم سيجارات، يعني الدخان وبعض الممنوعات. كذلك يستعملوه كما يقولوا لهم بالأنفانداغا، يعني إليغال أنفانداغا، اللي يستعملوه الحراقة باش يديبلاسو يعني من مكان إلى مكان، يعني أوروبا كاملة، يعني شنغن. فتابعونا بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اليوم حنتكلم على الفليكس بوكس. هذا الفليكس بوكس يعني هو يعني كما يقول جيزلشافت كومباني، تعمل يعني أمزاز، تعمل أرباح كثيرة، لأن السعر تاعها يعني تروح من مثلا من برلين إلى مثلا إلى مالمو، ولا تروح من برلين إلى يعني باري، ولا إلى روم، حتى ب 30 أورو و 25 أورو. هي المدة طول يعني، ولكن هو بوس يعني الرخيص، يستعملوه الكثير اللي يبغي يوفر المال. والآن أصبح يستعملوه الكثير من الحراقة، يعني الحراقة واللي يدخلوا مثلا الممنوعات مثلا اللي يجيو من أوروبا الشرقية كذلك يستعملوه. الآن الحكومة الألمانية يعني شافت بلي أن هذا الفليكس بوكس يستعملوه الكثير كما يقولوا من الحراقة واللي يدخلوا الممنوعات، فيعني راه يدير كنترول يعني كما يقولوا انتنسيف. يعني هذا كل فليكس بوس عفوا الا وتصيب يعني الشرطه، يعني تحبس هذو الفليكس بوكس في اي مكان. يعني نقول لك كما يقولوا في جريده شبيغل، ان تقريبا كل رايزه يعني كل اتجاه الا واذا يعني يراقب من طرف الشرطه. فكما تشاهدوا في هذا الفيديو الآن، هاك تشوف هنايا يعني هم صعدوا الشرطة، حبسوا هذا الفليكس بوكس اللي تشوفوا فيه، والآن تشوف هم دخلوا، وكما الفارة اللي سوق ما عنده حتى علاقة بهذا الأمور، ويراقبوا تشوف دخلوا الداخل كامل، ويطلبوا يراقبوا حتى الممنوعات مثلا إذا كانت، ويراقبوا الأوراق. تشوف هم دوكا يسألوا في هذا هذا البنت، وهذه البنت راهي تشوف ما عندهاش يعني الأوراق، راك تشوف يستعملوا معاها اللغة الإنجليزية، يعني كثير هذو الشرطة يكون يعني يكونوا يعرفوا عدة لغات يستعملوها. وراكم تشوفوا دائما الشرطة تحبس الفليكس بوكس في هذه يعني في أي اتجاه مراقبة يعني، ويصيبوا الكثير من يعني الحراقة، وقلت لك وكذلك اللي ما عندهمش الأوراق مثلا. وثاني والحاجة اللي هي أنهم يراقبوا حتى الممنوعات كما قلت اللي تدخل من أوروبا الشرقية، يعني خاصة يعني من بولونيا ولا من تشيك ولا يعني، وصابوا يعني الأمور تزداد. لهذا يعني راهم يعني يديروا الكنترول كثير يعني في أي مكان. لهذا ننصح اي واحد مثلا كانت عنده فكره باش هو راه بلا اوراق يبغي يتحرك، انا من عندي يتحرك بالقطار تاع فوخناندا تيكت، ولا فوخناندا، ولا التذكره يشريها من اسبوع، يعني تكون السعر تاعها رخيص، يعني يتنقل من اي مكان الى اي مكان ب 30 اورو 35 اورو، احسن ما يستعمل فليكس بوك. وفي القطار يعني احسن، يعني يكون واحد مضمن احسن يعني. ولا اللي يبغي يستعمل يعني يغير من بلد لبلد، يستعمل طاليس، ولا يستعمل مثلا كما يقولوا الفان سوغا، يعني القطارات اللي كما هنا في المانيا القطارات تمشي في اي مكان، يعني من المانيا الى هولندا الى فرنسا الى ايطاليا، يعني الكل في كل الاتجاهات كما نقولوا. هذا يعني كما قلت كما شفتوا في الفيديو ان الكثير يعني فليكس بوكس يعني فيه كنترول كثير،
أما الذي يحب ينتقل من أي مكان لمكان، إما يروح مع يعني بالسيارة مع واحد يعني مع كما نقولوا اللي يعرفوه، ولا مثلا ولا ما عنده حتى واحد يستعمل القطار، هي الوسيلة يعني ما نقولوش مضمونة 100%، ولكن أحسن من هذه، من أحسن من الفليكس بوكس. يعني هذا ما كنت أريد أن أشاركه معكم طبعا للفائدة، والسلام عليكم.